متابعي القناة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. تم الإعلام بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما تراوحت بين السجن لمدة 4 أعوام والإعدام شنقا حتى الموت في حق المتهمين المحالين بخصوص حادثة التفجيرين الإرهابيين المزدوجين بنهج شارل ديغول وثكنة الأمن بالجورجاني وفق إذاعة موزايكا فام. كما قضت هيئة الدائرة الجنائية بالإعدام شنقا حتى الموت مع 10 أعوام سجن في حق 3 متهمين بخصوص التفجير الذي جد بنهج شارل ديغول، وأحيل 7 متهمين على ذمة التفجير الذي استهدف ثكنة الأمن بالجورجاني، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا مع 10 أعوام سجنا في حق كل واحد من متهمين 2، كما قضت بالسجن بقية العمر في حق متهم و20 عاما سجنا في حق آخر، و10 أعوام سجن في حق متهم 5، و5 أعوام من المراقبة الإدارية. تجدر الإشارة إلى أن أطوار القضية تعود إلى سنة 2019 عندما جد تفجيرين، استهدف الأول سيارة إدارية بنهج شارل ديغول والثاني استهدف ثكنة الأمن بالجورجاني، وقد أسفر عن استشهاد عون بالشرطة البلدية ومدني كان مارا قرب مكان التفجير بنهج شارل ديغول وإصابة 3 أمنيين بأضرار بدنية متفاوتة. وفي موضوع آخر، نشرت الأستاذة وفاء الشاذلي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوينة كشفت فيها على أسرار اختراء تهم أبناء الغنوشي، وين قالت للغنوشي 6 أبناء وهم ولدين معاذ وبراء و4 بنات وهن سمية متزوجة من رفيق بوشليكة ولهما الجنسية البريطانية، تمتلك شركات ببريطانيا وتترأس جمعيات بتعلة الدفاع عن الديمقراطية وهي أحد الأذرع الإعلامية لوالدها، ثم تسنيم وهي بحالة فرار مقيمة بكندا ولها جمعية ياسمين للبحث والتواصل وهي الرئيسة التنفيذية للجمعية الممولة من طرف قطر تسنيم، وقد تم فتح تحقيق في شأنها بمحكمة أريانا الابتدائية وتم العثور بمنزلها على وثائق وأموال وتم إصدار بطاقة جلب دولية ضدها. وبالنسبة لمعاذ فهو الصندوق الأسود لوالده ورجل الكواليس وهو الخزانة وأحد أذرع الشيخ بحالة فرار ويقيم بتركيا وله شركات وممتلكات هناك، أما الابن براء فهو يمثل أيضا الصندوق الأسود للشيخ وله شركة تسجيلات وله شركات بكل من قطر وتركيا وهو بحالة فرار ويعيش حاليا بقطر. ولم يبقى اليوم من أبناء الغنوشي 6 في تونس إلا الابن الصغرى انتصار، فيما غادر البقية أرض الوطن أين يحظى جميعهم بحياة كريمة.